بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا حتى تستحسن حالنا وبإذنك ذلك التحسين. ربنا وهبنا أنفسنا منك إليك فتقبل منا هذه الهبة التي في الحقيقة ليست بهبة، لكن بإذنك وعفوك وكرمك أصبحت هبة من لدنا إليك يا ربنا. اللهم ارحمنا رحمة واسعة واجعلنا من خير من اتبع رضاك على سنن على أنبيائك الكرام عليهم سلامك وتسليمك. نعود إلى نفس الآية، يا قل للذين كفروا، شوف محل الأمر، أمر فيه الرعب وفيه السكينة والتطمين وتلطيف حالة النبي عليه الصلاة والسلام حين نزلت عليه مثل هذه الآيات، مثل هذه الآية. قل للذين كفروا ستغلبون، يعني أمور نرى رأي العين، الغلبة لنا بفضل ربنا وهذا إكرام لنا في حياة الدنيا. قل للذين كفروا، ما احنا كي النصر يجي نستبشر به ونستحسنه ونفرح بذلك النصر. يا ربي ما يحبش الفرح المعكوس، اللي عند أعدائنا المعكوسين في طريق إيماني قالوه باللسان وتركوه بالجنان. نسأل الله السلامة ونعود إن شاء الله تعالى.